يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون
أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة لهم درجات عند ربهم ومغفرة لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم.